ومن تركيا ننتقل إلى الأوضاع المتوترة ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ بعد التوتر الذي طبع العلاقة بين الجانبين حول المسائل التجارية والتهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية على بعضهما البعض، تبدو زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر إلى واشنطن أمس باعثة على الأمل في حلحلة هذا الملف. موضوع اليوم في ضيف المسائية. وضيف المسائية لهذا المساء من باريس حاوره يوسف النعماني. المحلل الاقتصادي والمالي بيير قبطي، أنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، مرحبا بك. شكرا لك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر سلسلة إجراءات في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة لتهدئة النزاع التجاري بينهما والعمل على خفض الحواجز التجارية. أولا، ما هي أهم بنود هذا الاتفاق؟ الذي حصل هو بالواقع هدنة في هذه الحرب التجارية، ستفتح المجال للمزيد من التفاوض في المستقبل لحل هذه المشاكل عبر فريق عمل سينشأ لهذا الغرض. في غضون ذلك، ستعلق الولايات المتحدة التهديدات بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، لن تلغي واشنطن الرسوم على الألومنيوم والصلب، ولكن سيعمل الجانبان على إنهاء هذه الناحية من الحرب، ويلتزم الأوروبيون بشراء المزيد من الغاز الطبيعي والفول الصويا من الولايات المتحدة. وإضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية. إذن هدنة وفتح مجال لمفاوضات في المستقبل لحل المشاكل. الشيء الأهم والظاهر والملفت هو أن أوروبا لن تستسلم في هذه المعركة للضغوط الأمريكية بخصوص السيارات. يقول البيان الختامي أن هناك نية لإلغاء كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية والدعم على الصلة الصناعية ما عدا السيارات، والسيارات قد ألغيت من مجال التفاوض إلى حين إيجاد حل شامل لهذه المشاكل. إذن السيارات، القطاع الذي كان يهم ألمانيا، قد استعفي من هذه الإجراءات المستقبلية. هنا إذن انتصار لألمانيا في هذا المجال. الآن، هل تعتقدون بأن الاتفاق المعلن عنه من لدن ترامب ويونكر من شأنه تهدئة الحرب التجارية بين الطرفين على المدى المنظور؟ هناك بعض المخاوف في السوق أن يبدل الرئيس ترامب من موقفه فجأة كما حصل في السابق مع الصين. فهناك مدة كان قال الرئيس الأمريكي أن هناك نيات طيبة من كلا الطرفين لحل النزاعات، ومن ثم عاد وقال أنه سيفرض المزيد من الرسومات على البضاعة الصينية. إذن هناك تفاؤل، وهذا انعكس في الأسواق المالية اليوم مع ارتفاع البورصات، ولكن لا أحد يعلم إذا ممكن أن تكون هذه استراتيجية تفاوض وأن ينقلب فيما بعد الموقف على الأوروبيين فجأة. الشيء الواضح أن الولايات المتحدة تأثرت سلبيا بهذه الحرب مع الصين والأوروبيين. أعلن الرئيس الأمريكي بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يعملان معا لإصلاح منظمة التجارة العالمية. ما هي برأيكم أهمية هذه الخطوة؟ الولايات المتحدة تريد تطويق الصين، فقد انتقدت مرارا وتكرارا هذه المنظمة أنها لا تساعد ولا تطبق المعايير التي أسست من أجلها، أي احترام الملكية الفكرية وتسهيل كل المفاوضات التجارية وانتقاد الدول التي لا تمارس التجارة الحرة كما يجب أن تكون.
وهنا الولايات المتحدة تريد من المنظمة أن تضع شروط أقسى على الصين قبل قبول الصين في هذه المنظمة. ولذا يعتبر البعض أن التعاون بين الطرف الأمريكي والأوروبي هنا يأتي لتطويق الصين من الناحية التجارية ومنع هذه المنظمة أن ترضخ لكل الشروط الصينية في حال قبلت الصين في هذه المنظمة. المحلل الاقتصادي والمالي بيير قبطي، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا.